في بحثك عن الحقيقة، كل محطة بحكاية. الدروب سجلات للكثير من همسك وصخبك، فتبحث عن النور في زمن الظلمة، فتتلو آيات من سورة الجمعة، فتغشاك الرحمة وتحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة، تسجد فيكون ميلاد الخلاص وزمن التمكين. بضع سنوات وتنعى، بضع سنوات ثم تنسى، وما كان لله يبقى. لذا تسمع قصص الغابرين فتشحن رصيدك ويعلو إيمانك وتقول هكذا كانوا وبقي الأثر. قال سعيد بن جبير: إن الخشية أن تخشى الله حتى تحول بينك وبين معصيته، فتلك الخشية، والذكر طاعة الله، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فليس بذاكر، وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في المرحلة الواقعة قبل غزوة بدر، أسلم سعد بن معاذ، وكان سيد من سادات يثرب. ثم بعد ذلك كان لديه علاقة مع أمية بن خلف في مكة المكرمة، هذه العلاقة قبل الإسلام. وسعد بن معاذ شاب بالثلاثينيات من عمره، وكان سيدا من السادة. اللي حصل بأنه سعد بن معاذ طلب من النبي عليه الصلاة والسلام واستأذنه بأن يذهب ليعتمر في البيت الحرام في مكة المكرمة. النبي عليه الصلاة والسلام سمح له بذلك، فما كان من سعد إلا أن توجه مسافرا منطلقا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. بالفعل بعد وعثاء السفر وكآبة المنظر وصل سعد بن معاذ إلى مكة المكرمة، توجه إلى بيت صديقه اللي هو أمية بن خلف. هذا بعطينا شعور بأنه المسلمين مش عبارة عن ناس منعزلين على جزيرة لوحدهم، ما عندهم أي انتماء، ما عندهم أي صلة من الصلات بينهم وبين الناس. بالعكس، المسلم طبيعي بأنه يحتك مع الناس، بيعيش مع الناس، بيظل معهم، يشعر بشعورهم، يشعر بمصابهم، يفرح لفرحهم. هم جزء من التكوين الإنساني أصلاً داخل هذه الحياة. وصل عند أمية بن خلف. الآن عشان الناس عرفت بأن أصلاً سعد بن معاذ أسلم، ما بده يثير حفيظة معينة، فأخبر أمية بن خلف إنه أي وقت أفضل إلي عشان أنزل أنا إلى الحرم المكي وأطوف بالبيت الحرم. أخبر بأنه أفضل وقت اللي هو وقت الظهيرة، ما بيكونش في حركة عند الناس، بيكونش ناس، بتعرف حر مكة حر، يعني حر حري بمعنى الكلمة. بمعنى الكلمة نزل سعد بن معاذ مع أمية بن خلف إلى صحن الكعبة لكي يطوف. مين رأى بهذه الفترة؟ رأى أبو جهل. لما رأى أبو جهل رأى هذا الضيف الزائر على ابن خلف، ماذا يفعل هنا ذلك الصابئ الذي ترك دين الآباء والأجداد؟ ماذا يفعل سعد بن معاذ؟ هذا اللي أسلموا، هذا اللي آوى محمد عليه الصلاة والسلام. طبعا الآن احتد الغضب فيما بينهم، رد على سعد بن معاذ: والله لأحرمنك الطريق إلى المدينة. ثم بعد ذلك اشتد النقاش الحاد فيما بينهم، اشتد النقاش. الآن أمية بن خلف لما سعد بن معاذ نازل ضيف عنده، ايش رد على صديقه؟ قال: فلتحترم أبا الحكم. يعني بدل ما انه، طبعا هو متكبر اصلا، يعني بدل ما انه يحكي لها يا جماعه لازم نهد الوضع، ابدا اتخذ موقف مش حيادي، موقف سيء باتجاه سعد بن معاذ اللي هو ضيفه. فايش قال له؟ قال له: اصلا انت والله لتقتل يا أمية بن خلف. قال: من قال ذلك؟ قال: محمد عليه الصلاه والسلام. فمباشره خاف أمية بن خلف وهو كافر، خاف وقال: ان محمدا لا يكذب. رجع سعد بن معاذ ورجع أمية بن خلف، رجع سعد بن معاذ إلى المدينة المنورة قبل غزوة بدر. سعد الناس، أبو جهل بيحمس في الناس،
بيثير حفيظتهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان من يعني أبو جهل إلا أن طلب من أمية بن خلف بأن يشاركوا الغزو ويشاركوا الحرب. أمية سيد من السادة أيضا، وأبو جهل ذكي، أبو جهل بده يورط هذا السيد عشان يأتي معه إلى الحرب. فقال له: أو تدري ما قال محمد؟ قال: نعم، ولكن امشي معنا يوم أو يومين ثم عد. وكانت هذه خطة أبو جهل حتى يشرك أمية بن خلف بالحرب. رجع أمية إلى زوجته وأخبرها الخبر، قالت: أو تدري ما قال صاحبك من يثرب؟ أو تدري ماذا قال؟ بتذكره بالإشي اللي صار معاه، بتذكره فيه. قال: نعم، ولكن إني أريد أن أشتري ركوبا يركب عليه حتى إذا مضى يوم أو يومين كنت أسرعهم هروبا. فاشترى هذا الدابة تبعته وانطلقوا باتجاه غزوة بدر. انطلقوا بهذا الاتجاه. اللي صار بأنه أول يوم، اليوم الثاني، صعب على أمية بن خلف بأنه يترك الناس اللي هو طالع معاهم. يعني أصلا يقول أمية هرب مثلا، يقول أمية هو سيد من السادة، هذه أشد وقن عليه من القتل نفسه. فانحرج من الناس. أبو جهل ذكي، بدي ورطه داخل هذه الحرب، ورطوا في الحرب ومضوا إلى مقر غزوة بدر. وصلوا إلى هناك وبدأت المعركة، ونصر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين. في خلال هذه المعركة بلال بن رباح كان عبد عند مين؟ عند سيده. مين سيده؟ أمية بن خلف. عندما رآه مباشرة: عدو الله، عدو الله. فانطلق إليه بلال بن رباح وقتل أمية بن خلف، وكان وعد الله حق. وفي إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغ هذه الرسالة إلى ذلك الرجل بالذات، لعله يكون عظة وعبرة للإنسان في هذه الحياة. هذا أمر يقودنا باتجاه يا كرام مسألة الكبر، ومسألة الإنسان يتكبر على أمر الله ويتكبر على حدود الله، كيف هي النتيجة التي يقع عليها. رسائل الله سبحانه وتعالى إلينا في هذه الحياة كثيرة وعظيمة. قد تأتيك رسالة من الله عبر واعظ داخل قلبك، قد تأتيك رسالة من الله سبحانه وتعالى عن طريق قصة، عن طريق وانت فاتح الراديو تستمع، عن طريق منشور بتشوفه أمامك على الفيس بناقش قضية انت بتفكر فيها. قد تكون رسالة الله سبحانه وتعالى إليك من خلال صديق يهاتفك يحدثك في مشكلة من المشاكل، يتقع بين إيديك جريدة أو تقرأ مقال يناقش مشكلة أنت وقعت فيها وما زلت واقع فيها. إشارات قد تفضح على مستوى محدود، ثم على مستوى أكبر، ثم على مستوى أكبر. في عهد علي بن أبي طالب أتى رجل سارق يريد علي بأن يقطع يده، قال: يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. فسكت علي بن أبي طالب ثم قال: لا تكذب، فإن الله لا يفضح من أول مرة. إن الله لا يفضح من أول مرة. هذا أمر يقودني بأنه ليش إذا يتكبر الإنسان على حدود الله وعلى شرع الله؟ لماذا الإنسان يتعب والإنسان يناضل ويكافح في سبيل الشهوات وفي سبيل الشيطان؟ لأجل ذلك: يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في آياته إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا هو الأصل. ألا يتكبر الإنسان على دين الله؟ ألا يتكبر عن الحق أبدا؟ أن يكون يذعن لأمر الله سبحانه وتعالى، في ذلك والله سعادة. أصلا يكفيك شرفا أن تكون عبدا لله سبحانه في علاه الذي خلق السماء بغير عمد. يكفيك شرفا أن تكون عبد لمن؟ لمالك الملك سبحانه في علاه. أنت عبد مش للبشر، أنت عبد لرب البشر. في من الناس الذي تشترى مواقفهم ولا يشترى بالمال إلا العبيد. لذلك وفوق هذا وذاك يتكبر، فوق هذا وذاك تكون نظرة الحياة نظرة سيئة. مش بس هيك، يحتقر عباد الله، يتكبر عن الحق، يتكبر عن دين الله، يتكبر عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا الحج، والحج واجب على الفور وليس على التراخي. يعني مش لما يصير عمرك 50-60 سنة بتحكي: والله خلاص الآن أنا بدي أحج. لا، القضية بأنه أنت الآن واجب عليك الحج مباشرة. في من الناس من يتكبر عن هذا الأمر، وليس هذا فحسب، وإنما يستهزئ بمن يؤدي هذه الفريضة.
على الإنسان بأن يتقي الله سبحانه وتعالى يا كرام، الإنسان بأن يكون بمعنى الكلمة قريب من عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستشعر هذه المراقبة، ويستشعر هذا الخلق العظيم، ويتدبر في ملكوت السماوات والأرض، ويعلم ويسأل الله سبحانه وتعالى بأنه ما خلق هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، ما أجمل حديث الأنبياء، وما أجمل قصص الأنبياء، وما أجمل أن نستلهم منهم العظة والعبرة. فها هو إبراهيم الخليل، ها هو إبراهيم عليه السلام يحضر زوجته هاجر وابنه إسماعيل إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ثم ما هي إلا مدة قليلة وينفد الماء، ثم يرسل الله سبحانه وتعالى ملكا من السماء فيضرب طرف جناحه، ثم ينبع ماء زمزم، ثم تأتي قبيلة جرهم على طريق كداء، ثم يستوطن ذلك المكان، ثم يشب إسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك تعلم العربية منهم وأتقنها وكان شابا يافعا صالحا، فزوجوه من قبيلة جرهم. عندما تزوج إسماعيل عليه السلام، جاء بعد فترة والده إبراهيم ذلك الشيخ الكبير كي يطمئن على أحوال ابنه بعد وفاة هاجر عليه السلام. أتى ووصل إلى بيته، طرق الباب ثم دخل وسلم على أهله وسأل: ما أحوالكم؟ ما قصتكم؟ ما أخباركم؟ فأجابت تلك المرأة: نحن في شدة حال، وبدأت تتضجر من شدة وضنك الحال. ثم بعد ذلك إبراهيم عليه السلام سألها: أين زوجها إسماعيل؟ فقالت: هو ذاهب في الصيد. ثم قال إبراهيم عليه السلام تلك المرأة: إذا أتى إسماعيل فأقرئيه مني السلام، ومريه وأخبريه بأن يغير عتبة بابه. ثم يرتحل ذلك الشيخ الكبير ويعود إلى أرض فلسطين. يعود إسماعيل عليه السلام في المساء، حس بأن هناك شيء غريب، حس بأن هناك شيء يعني دخيل في هذه العلاقة. سألها: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم. وقصت عليه الخبر بين شيخ كبير في السن أتى إليها وأخبرته عن شدة حالها وعن ضيق اليد وعن الشدة التي تعانيه وعن الشكوى التي أخبرته إياه. ثم قال: هل أوصانا بشيء ذلك الشيخ عليم بأنه والده؟ قالت: نعم. قال: ما أوصاك به؟ قالت: أوصاني أن أخبرك أن تغير عتبة بابك. فأمرها بأن تلحق بأهلها وطلقها، تزوج إسماعيل عليه السلام مرة أخرى. ثم بعد فترة من الزمن يحضر والده إبراهيم الخليل إلى مكة المكرمة مرة أخرى ويبحث عن بيت ولده إسماعيل. ثم بعد ذلك يطرق عليه الباب فتفتح تلك المرأة الثانية لإسماعيل عليه السلام، يخبرها: ما خبركم؟ أين إسماعيل؟ أخبرته بأنه خارج من بيته. طيب، ما خبركم؟ ما أحوالكم؟ قالت: الحمد لله، نحن بخير من الله سبحانه وتعالى. سألها عن طعامهم، ما طعامهم؟ قالت: اللحم واللبن. وأخبرته بأنها في سعة والحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك أمرته بأن يدخل بيتها كي تطعمه من الطعام وتشربه من الشراب، فأمرها بأن تسلم على إسماعيل وأن تخبره بأن يثبت عتبة بابه. وبالفعل بالمساء أتى إسماعيل ورجع إسماعيل، وأتت إليه زوجته وقصت عليه الخبر جميعا وأخبرته ما هم فيه. فدعا لهم إبراهيم بالبركة ودعا لهم بالخير وأمرهم أن يثبت
عتبة بابه وأخبرها بأن هذا هو والده وأنه إبراهيم الخليل، وأن يثبت عتبة بابه بأن يتمسخ بتلك الزوجة الصالحة التي لا تتقن فن الشكوى، فالشكوى لغير الله مذلة. ثم بعد ذلك يعود إبراهيم إلى فلسطين، ويرجع مرة ثالثة إلى أرض مكة المكرمة، إلى مهبط الوحي، إلى البلد الأمين، إلى مكة، إلى بكة. فيصعد على دوحة قريبة، يشاهد ولده إسماعيل، ثم يقترب منه. وأجمل ما يكون لقاء بين والد وولده، ووالد وولد ووالد، أجمل ما يكون اللقاء. يخبره بأن الله سبحانه وتعالى يأمرهم جميعاً بأن يرفعوا قواعد بيت الله المحرم، أول بيت وضع للناس في الأرض. فيتعاون الوالد والولد، يتعاونوا جميعاً كي يرفعوا هذا البناء، ويبني إبراهيم ويبني إسماعيل، ويعاونه إسماعيل، وهم يقولون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. انتهى من البناء، فأذن إبراهيم عليه السلام فقال عنه الله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أذن إبراهيم، ما في أحد، ولكن أمر من الله سبحانه وتعالى. أذن إبراهيم: إن عليك إلا البلاغ، ونحن علينا إجابة النداء. ويسمع الله سبحانه وتعالى دعوة الحج لإبراهيم من لدن إبراهيم إلى قيام الساعة، وتأتي الناس كي تحج بيت الله الحرام امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. أيها الكرام، في قصة إبراهيم وإسماعيل أنبياء الله سبحانه وتعالى، العظة والعبرة. في قصة كيف يثبت الإنسان عتبة بابه، كيف يحافظ على الزوجة الصالحة، كيف يتمسك بها، كيف تكون العلاقة أجمل وأجود وأفضل وأنفع، كيف تكون العلاقة مفتوحة، كيف تكون العلاقة منفتحة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى رضوان الله سبحانه وتعالى. كيف تلك الزوجة الصالحة التي تحافظ على سر زوجها، التي تحافظ على أسرار هذا البيت، كيف وجب على كل مسلم بأن يتمسك بهذه الزوجة الصالحة. أما من تتقن فن الشكوى والشكاية فوضعها في خطر. لما؟ لأنه لا يصح ولا يجوز بأن يفشي الإنسان سر بيته لأحد، هي علاقة مقدسة يا كرام. ثم بعد ذلك انظر إلى استجابة الولد لوالده، ذلك الشاب الكبير يسمع كلام ذلك الشيخ الطاعن بالسن إبراهيم الخليل ليبني بيت الله المحرم. انظر إلى تسليم إبراهيم وانقياده لله سبحانه وتعالى، كيف يؤذن في الناس، ما في ناس أصلا، ما في أحد أصلا يؤذن، ولكن ليست صرخة في صحراء، ليست صرخة في واد، وإنما عليك البلاغ وعلى رب العالمين إجابة النداء. انظر إلى التسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ما كل الحجيج الذين يحجون ويأتون كل عام لزيارة بيت الله المحرم في مكة المكرمة إلا امتثال لأمر إبراهيم، إلا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر إبراهيم بتلك الدعوة الصادقة، ولبت هذه الجموع الغفيرة ملايين البشر فضلا عمن يقدم طوال العام كي يؤدي مناسك العمرة في بيت الله المحرم. لذلك أيها الأحبة، ما أجمل التسليم والانقياد لله سبحانه وتعالى في كل أمرك وفي كل شؤون حياتك، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين طائعين خاشعين مخبتين لله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما هو خالق، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم رب السماوات السمع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان. نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبط، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا، ولمن له حق علينا، ولمن أوصانا بالدعاء له يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من دنس اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وسائر أعمالنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.